اليوم غنديو على قصة أشهر ممثل في المغرب. اللي قتلنا بالضحك وضحك الصغير والكبير كبور بناني سميرس مسخوط. احنا غنعيدو هاد العام. قصة حسن الفد، قصة كفاح من أستاذ فاشل وعنده مشاكل مع الإدارة، الأغنى ممثل في المغرب. شكون هو حسن الفد وكيفاش حتى وصل لهذا النجاح؟ وبحال هاد القصص هما اللي خاص الناس يعرفوا، قصص كترجع الامال في الناس باش ينوضوا ويخدموا على الحلم تاعهم. وبارطاجوا القصه وتفاعلوا معاه واشتركوا في الصفحه تاع الفيسبوك، واللي بغى يصيفط لي شي ميساج مرحبا في الانستغرام راه كنجاوب على كاع الميساجات. ويلا نبداو. في 1962 تزاد الفنان تاعنا حسن الفد، تزاد في المجينة اللي تزادوا فيها الأبطال، تزاد في الدار البيضاء وبالضبط درب السلطان. وحسن الفد ما كبرش مع باه أمه، حتى ضناتو واحد المرأة كتجيه من العائلة وكبر معاها ودوز الطفولة تاعو في درب السلطان مع الدراري. وواخا حسن الفد تزاد في عائلة غنية، كان كيعمر مع ولاد الكاريان وكان متواضع، وحتى هو جمع الخبز كارم والحديد وباعوا المول قراعي البيع. وفاش كان حسن الفد صغير كان ديما كيخدم في واحد الفران وخصنا على دارهم. وحسن كبر هو معول على راسه، وباه لاحظ باللي حسن الفد ضحوكي وفكاهي، وكل نهار حسن الفد كيجي اليوم شي سكيتش في الدار وكيقتلهم بالضحك. وباه قرر باللي حسن الفد خاصو يدخل شي معهد ويطور الموهبه اللي عنده. وداكشي اللي وقع نيت حسن الفد وهو صغير، دخل المعهد وبدا كيتعلم كيفاش يدير السكيتشات ويضحك. وحسن الفد هو صغير تأثر بجوج تاع الفنانة عبد الجبار الوزير وعبد الرؤوف. وواخا الضحك والنشاط والسكيتشات، حسن الفد كمل قرايته وشد الباك في 1980. وحسن الفد كانت عنده موهبة أخرى هي الرسم، وكان رسام خطير، ولكن هو ما بغاش يدير الرسم كمهنة، دارها كهواية. وعنده هواية أخرى هي العزف على الساكسوفون. ومنين شاف راسو فنان وعاجز ليا البنان، التحق بمعهد تاع فنون تشكيلية وقرا فيها 5 سنين حتى العام 1985. ولا أستاذ تاع الفنون التشكيلية. دابا تخيلوا معايا حسن الفد كبور أستاذ، كيف تكون ديك الحصة كي غادي تكون؟ غادي تكون الضحك والنشاط حتى شاط، ولكن الحقيقة لا. حسن الفد كان في الحصه تاعو صعيب تاع بصح، وكان مزير الصمته وما عندوش مع الضحك. وفاش كتدخل الحصه تاعو كتشدك القفقافه. ومن غير هادشي كان عنده مشاكل مع الاداره. الحباب لكن كنتو كتدخلوا ديما اليوتيوب، نخليكم القناه تاعي في اول كومونتير، تدخلوا هجموا عليها ولا يلا واحد القناه لا فشلات. ومع الستيل اللي كان متبع، ستراوه مقطعين، واحد الستيل هربان، كان ديما مخاسم مع المدير وما كانش متبع القوانين الداخليه تاع المؤسسة. وكان الصالير تاعو 1500 درهم في ديك الوقيتة في الثمانينات. وحسن الفد قرر يخرج من مهنة أستاذ ويبعد من المشاكل ويتبع الحلم تاعو اللي هو التمثيل والفن، ودار ديك المقولة الشهيرة غامر أو غادر. وبالطبع هاد القرار ما ندمش عليه. وأول مسرحية دار كانت في الأخر تاع الثمانينات وتخلص فيها بربعين درهم. وكانت عنده مهنة أخرى هي كيجير الكلون في الحفلات. وكل نهار حسن الفد كيطور في راسه باش يوصل للحلم تاعو. وحسن الفد محبش وكمل في الطريق الطويلة تاعو، وفي 1990 ولا ممثل وكاتب مسرحي في قناة الإذاعة والتلفزة اللي هي الأولى حاليا. بدأت الشهرة تاع حسن الفد في السلسلة تاع وجهي في وجهك، وزاد تعرف فاش دار السلسلة تاع شانيل تي في، والسلسلة اللي ضحكت كاع المغاربة بين شو. ومن بعد حسن طلع عليه الدم من المغرب وخرج من المغرب ولا ممثل في هولندا. ومن بعد سنين طويلة هو خرج من المغرب، وحتى 2002 حسن الفد رجع المغرب ودار سلسلة تاع كانال 36، ودار من بعد تيت سويت في 2007، وكاع السلسلات كنعرفوهم وتفرجنا فيهم. وبدا حسن الفد خدام وكيدير في السلسلات والأعمال جداد. وفي 2013 فاش حسن الفد غادي يخلي البصمه تاعو في التلفزه المغربيه وغادي يدير السلسله الاسطوريه الكوبل، سلسله الكوبل اللي قتلت كل شيء بالضحك. ولكن كيفاش حسن الفد قدر يدير هذا الابداع الفني؟
رائع. السلسلة تاع الكوبل بدات من 2004 وكان في الاول غير سكيتش، ومني الحسن الفد صور السكيتش وسالاه حتى اذاعه ما بتنقلوا عندها، هيك يشوفوا الجوطة العربية كيرفضوا المشروع. ومن غير قناة دوزام هي اللي قبلات المشروع، ومن بعد ولات اكبر سلسلة مطلوبة في المغرب وفي رمضان. والسلسلة حقات نجاح حتى واحد ما كان كيتصوره، وحسن الفد براسه ما تخيلش وما تصورش ان هاد السلسلة بتدير النجاح وهاد الشهرة كاملة. والسلسلة وصلت اليوم الموسم السادس تاعها، وحسن الفد كيقول بلي عمرو غادي يتفرق من الشخصية تاع كبور، وهو اللي كيكتب السيناريو تاع كبور. وحسن الفد مبلي بالكتبة، وكل نهار كيكتب من 8 الصباح ل 12، وكيتعتبر حسن الفد من الناس اللي عندهم اجور طالعة في المغرب كتوصل حتى 300 مليون، وهو اغنى كوميدي في المغرب. حسن الفد مجوج وعنده جوج تاع الاولاد، والعمر تاعو لحد هذا الفيديو 60 عام.